معاشر الإخوة الأعزاء، وصلتني رسالة مكتوب فيها سؤال. كيقول الأخ، نظرا للمسائل اللي كنشوفوا الآن أن المحاكم ولات عامرة بمسائل ديال الزواج والطلاق والمشاكل اللي ولات كتوقع، ولات الحياة الأسرية كلها عذاب وانعدم الزواج السعيد، يعني كيسأل حكم الشريعة في هذا، وشنو الأسباب اللي خلت هذه المسائل تكثر وتكون، بالرغم أنها كانت في عهد السلف الصالح وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المشاكل قليلة، شنو السبب؟ نجيب وبحمد الله ونقول: أولا، الزواج هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى، سنة من سننه. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته. شنو اللي آية من آياته؟ الزواج آية من آيات الله، والمرأة في حد ذاتها هي آية من آيات الله. آية كما كتفتح المصحف وكتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، صدق الله العظيم، هذه آية. قل هو الله أحد آية كتأدي بك إلى وحدانية الله، من اللي كتقرأها ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كذلك المرأة، المرأة هي آية من آيات الله. إلا الشيء كيفاش الله سبحانه وتعالى خلقها، وأنها خلقت من ضلع أعوج، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن أقمته كسرته. عندها واحد ضلع أعوج، إلا جيت تقادها تهرسها كسرتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثيرها طلاقها. إذا بغيتي تقديك الضلع، إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني إذا بغيت تمتع بالمرأة تستمتع بها وهي في هذاك العوج، تقبل عليها كما هي. جيتي تقديك العوج وتحط المرأة في العقل ديالها وفي العمل ديالها بحالها بحال الراجل، غادي تكسر هذاك الضلع، والكثير ديالو هو الطلاق ديالو. يعني ضعف المرأة آية من آيات الله، سبحان الله. تخيل لو أننا زوجناك وعطيناك امرأة حاصلة على الدكتورة، أعلى الشهادات، امرأة دكتورة في علم النفس، تزوج بها تجيبها للدار، قدر يدوز الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، تلقى واحد النهار قاعدة كتبكي: مالك يا دكتورة؟ كتبكي كتبكي لأبسط الأشياء. أش كتقول لك؟ كتقول لك: جيت اليوم عند الخياط وشفت الجلابة ولقيت الجلابة ما مخيطاش مزيان، قص لي منها. دكتورة وكتبكي الجلابة ما مخيطاش مزيان، سبحان الله. ضعف، سبحان من خلق النساء من ضعف. ملي كتشوف هذاك الضعف ديالهم ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كتوحد الله تعالى كما وحدتي على قل هو الله أحد، كتقول سبحان الله اللي خلق هذه النساء، هم شقائق الرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقهم من ضعف، هذاك الضعف ودعو لهم الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. وسولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان بينه، ناقصات العقل، لأن الله تعالى أعطاهم العاطفة أكثر من الرجال. داكشي باش النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة ما يمكنش تكون قاضية ولا تكون محامية، لأن المرأة إذا كانت قاضية لها يقدر يكون الظالم ظالم ويبدأ يبكي عليها وكيتقلبك أكثر من الإنسان المظلوم وتحكم ليه. تقدر تكون محامية وتلقى الإنسان كيبكي وتدافع عليه أكثر من الثاني وهو الظالم، هذا النقصان العقل. أما النقصان الدين المقصود به دم الحيض ودم النفاس، المرأة من يجيها دم الحيض ودم النفاس كتنقطع العبادة، ما تبقاش تصلي وما تبقاش تصوم. الرجال كيصلي وكيصوموا دائما، إذن هم أكثر من النساء في العبادة. أما العبادة ديال النساء محدودة، يعني كل شهر كتحيد منها 6 أيام 7 أيام كتسيرهم ديال العبادة، كتزاد الرجال، إذن هم ناقصات عقل وناقصات دين. رحم الله شيخ الأزهر كيحكي، قال لك واحد المرة كيتوضا في مصر عند باب الأزهر، دايزين 3 ديال البنات، من البنات العصريات الموجودات الآن، لا حياء ولا دين. دازت وحدة قالت لدوك الجوجات، قالت لهم: شكون هذا اللي كيتوضا؟ قالوا لي: هذا هو الشيخ الأزهر. هما رجعوا عنده، قالت لاجي نتفلاو عليه شوية. قالوا لي: يا شيخ، عندكم في الدين بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول النساء ناقصات عقل ودين؟ قال لي: يا بنيتي الحديث صحيح كاين. ايوا. قالت لي: انا شاده الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله، وهذه صاحبتي شاده الدكتوره تاعي ما شدوهاش الرجاله، وصاحبتي الثالثه شاده الماجستير ما شدوهاش الرجاله. حنا العقل ديالنا شد لينا الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله، اللي كاملين عقل ودين، علاش الرسول يقول لنا حنا ناقصات عقل ودين؟ اش قال لهم؟ قال لهم: سمعوا بنيتي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال
النساء ناقصة عقل ودين على ذوك العيالات اللي كانوا في الزمان ديالو المؤمنات الصالحات القانتات، أما أنتم أسيروا العقل لدين، أنتم صفيتوها لا عقل ولا دين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على ذوك العيالات اللي كانوا في عهده الرزينات المؤمنات العالمات الصالحات هم اللي ناقصة عقل ودين، أما أنتن فلا عقل ولا دين، نسأل الله العافية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شو الآية دي الله تعالى؟ أن نخلق لنا أزواج من أنفسكم. سبحان الله، علاش الله سبحانه وتعالى قال أن خلق لكم من أنفسكم، مع العلم أن حواء اللي هي أم البشر اتخلقت من الضلع الأيسر ديال آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم في الجنة دخل الجنة وخلق المتاع وقع يعني كاع اللي تقر به النفس ديالو، ولكن حس بواحد النقص، لأن الإنسان واخا نعطيوه فيلا ونعطيوه سيارة ونعطيوه فلوس ويقدر يعيش بوحدو فشي مدينة ما معاه حتى شي واحد، لا خص لابد من الأنس، لابد من يونسو. آدم عليه الصلاة والسلام تكى في الجنة، غمض عينه واحد شوية كيحل كيلقى حواء خلق الله سبحانه وتعالى بالجن ديال آدم وخرجت من الضلع الأيسر ديالو. إذا كان خاص الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن خلق لكم من أجسامكم ولا من ضلعكم ولا من صوركم، ولكن الله تعالى ما خاطب لا الأجسام لا الصور لا الضلع، اش قال؟ أن خلق لكم من أنفسكم. ديما الله تعالى في القرآن كيتكلم مع النفوس مع القلوب. شوف آية أخرى اش قال فيها الله تعالى؟ عالم ما في قلوبكم، ما قال صوركم ولا أجسامكم. آية أخرى اش قال فيها الله سبحانه وتعالى؟ إن أكرمكم عند الله يا أتقاكم، ولكن احنا في الدنيا اللي عندنا ميزان اخر، ان اكرمكم عند الله اغناكم، اللي مرفح ولاباس عليهم والفلوس هو اكرمنا، اللي عنده الفلوس وعنده الدنيا كندخلوا هو الاول نفرشوا ليه نوكلوا نشربوا نرحبوا به، ها كانت عندنا زرده ولا مناسبه وجا هو الاخراني نديروا ليه بلاصه وسط الناس الاولانيين. علاش؟ لان هو المكرم فينا عنده الماده. اذا احنا عندنا هنايا اكرمنا اغنانا، الغني هو اللي كنكرموا نحسنوا ليه، اجملنا اللي قلده وزين ولابس مزيان، أحسننا اللي أعطى الله تعالى صورة زينة وجميل، هذا ميزان الدنيا. لكن يوم القيامة الله تعالى كيقلب هذا الميزان. شنو الميزان اللي كنتعبروا به يوم القيامة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد خوفكم الله تعالى في الدنيا وقد العمل ديالك الصالح في الدنيا قد الميزان ديالك يوم القيامة. والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التقوى في المحل ديالها هو القلب، الايمان كله فين كيجمع؟ في القلب. داكشي علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. شنو هو الايمان؟ باش كنعرفوا الانسان مؤمن ولا ما في قلبوش الايمان؟ قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الايمان هو داكشي اللي رسخ في القلب وطبقه في العمل. ايوا تكون شفار سكيري تاكل ديال عباد الله وتقول انا مؤمن، لا ما يمكنش. الايمان كيظهر على مولا في الفعل ديالو، قد ما كان الفعل ديالو مزيان وكان يصلي وكان يصوم ويزكي ويحج ويعاون عباد الله كتبان على مولاه الايمان. صدقوا الايمان كيصدق ولا كيكذبوا العمل ديالك. اللي بغى تعرف ايمانه شوف العمل ديالو، كان العمل ديالو حرد ليه البال، كان العمل ديالو زين راه الايمان ديالو مزيان عنده درجه من الايمان، كان العمل ديالو كله مفلس عرف ليس في قلبه ايمان، نسال الله العافيه. ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم، أش خلق الله سبحانه وتعالى؟ أزواج، جمع زوج، خلق لنا الله تعالى أزواج باش نكونوا متنا متنا نكونوا جوج جوج، أزواجا لتسكنوا إليها. يا ربي علاش خلقتينا هذه الأزواج؟ حنا بغينا نبقاو ديال راسنا أحرار، ما نتزوجوا ما نبنيو دار ما نسكنوا ما نديروا وليدات، يا ربي اش بغينا حنا بهذا الزواج كل شيء؟ لا، ربي سبحانه وتعالى كيواجب كيقول لكم بان الزواج فيه الصلاح، مزيان الراجل ومزيان المراه، اش فيه اش من صلاح فيه؟ قال لتسكنوا اليها، السكون هو الهدوء هو الراحه هو الاستقرار. هذا السكون اللي انعدم اليوم ما بقاش. السكون فين كان؟ كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رجعوا الاثار، قال لك المراه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الا الراجل ديالو بغى يخرج الصباح من الدار بغى يمشي للخدمه كتقول لي وقف فلان، اتق الله يا رجل اتق الله، راك غادي البيع والشراء، ولكتي ان ترزقنا من حرام، ولكتي غادي تجيبنا توكلنا من حرام، فاننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب جهنم. قالت لي شوف الا كنتي غتخرج الصباح وفي 12 تجيب لينا معك التفاح والبنان وجيب اللحم ومقضي
وجيب داكشي كله من حرام ما عندنا ما نديرو به، اجيب لينا غير قرعه ديال الزيت وخبيزه نتغداو بها ونتعشاو بها، راه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على العذاب ديال جهنم. الدنيا باش ما كندوزو هاد الكرش اللي عطيتها تقبلها، عطيتها الزيت والخبز، عطيتها الخبز حرفيا تقبلها، عطيتها البنان والتفاح تشبع، داك اللي عطيتها تشبع بيه، واخا تاكل غير الورق من الارض راه تشبع. راه حنا قالت ليه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على عذاب جهنم، فين بقى بحال هاد المراه في هاد الزمان؟ هادي وصاتو، قالت لي خاف الله تعالى ما تجيبناش الحرام. المراه ديال اليوم توقف لك عند الباب خارج، فلان دقيق ما بقاش، الزيت ما بقاش، السكر ما بقاش، غادي يجي فلان يتغدى عندنا سير سرق ولا خون. الراجل كيربح 1000 درهم في الشهر والطالب ديالها 5000 درهم في الشهر، باش يكمل سير خذ رشوه ولا سير قتل ولا ذبح ولا دير اللي بغيتي، يا غا جيب جيب. الله يذكر عليه واحد الراجل بخير، قال لمراته قالت يا كل نهار بارك عليا جيب جيب جيب، ما عمرك قلت لي هاك كلمه هاك ما عمرني سمعتها في حياتي. قالت لي سهله، الصباح تم خارج قالت لي هاك البوطه ديال عمرها. ها صباح الزواج ضريبه كيأديها الراجل وكيخلصها، هذا هو السبب الاكبر اللي خلى الزواج ما يبقاش زواج سعيد. ما بقاش المراه كتساير الراجل، ما بقاش تعاون معاه على الزمان، ولات المراه في الدار كما كنقولوا حنا بالدارجه بحال بروسي عندك في الدار، ما تراعيش الراجل عنده ولا ما عندوش. أه؟ ولات المراه خصها تاكل وتشرب بوحدها، الا جيتي معك غير ضيف زيد هذاك هو النهار الكحل. اسمع سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملي دخلوا عنده الملائكه قال لهم الله سبحانه وتعالى قوم مكرمون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. سيدنا ابراهيم ملي دخل عنده الضيفان اجداء ناض هو يمشي عند مراته، قال لك الله سبحانه وتعالى فراغ الى اهله، دخل الكوزينه واحد شويه ساعه ديال المكنه دخل لهم عجل سمين مشوي محطوط. يا ولو كانوا العيال ديال دابا كون الله تعالى دخل الكلام اللي غادي يجرى بين ابراهيم واللي غادي يجرى بين مراته، علاش جبتي الضيفان واش بغينا بهم وحنا اش غادي نديروا، انت معيني كل ساعه جيب لي الضيف جيب لي جوج، نسات بان الله تعالى كيرحم بالضيف والله تعالى كيرزق بالضيف والله تعالى كينزل البركه بالضيف. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام داس عليه 12 يوم والضيف ما كاينش في داره، قلط. لان كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الامور اللي ابتلى بهم الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم الكرم والضيافه، ما عمرو قال لك في حياته كان بوحده، ديما يجيب واخا يخرج يجيب واحد من الزنقه ويدخلوا ياكل معاه دائما. هذه سيره الانبياء، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكرم رجلا وهو يعرفه، اللي دخل شي واحد لدارو وكلو وشربو وهو كيعرفو قال لك هذا كانما اكرمني، يعني كانه كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ولي دخل شي واحد، ومن اكرم رجلا وهو لا يعرفه، ولي دخل شي واحد لدارو وكلو وشربو وهو ما كيعرفوش كانما اكرم الله، بحال الله تعالى دخل عنده ذاك النهار وكرموه وكلو وشربو، درجه ديال الكرم. ولكن ما ندخلش للدار من والا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي، ما يدخلش الدار ديالك الا رجل مؤمن فيه الصلاح، وما ياكلش الطعام ديالك الا رجل تقي، الا لا دخلتي وانت ما كتعرفوش هذاك امره الى الله. احنا غادي نرجعوا لسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ملي دخل الضيف 12 يوم ما لقاش ضيف، خرج ويلقى واحد دخله فرحان، ملي السيد ذاك ياكل توسط في الماكله يلا ضرب النص ديال الماكله، سولو قال لي من اي قوم انت؟ قال لي ودي انا مجوس، من قوم المجوس، من قوم اللي كيكفروا بالله سبحانه وتعالى يعبدون النار من دون الله. قال لي خرج عليا، نهروا وخرجوا. علاش؟ لانه مجوسي ما كيوحدش الله سبحانه وتعالى. هو ينزل جبريل عليه الصلاه والسلام، نزل على سيدنا ابراهيم، قال لي الله تعالى كيسلم عليك وكيقول لك هذا العبد ديالي اللي جريت عليه انت 70 عام، لان ذاك الراجل في عمره 70 عام، قال لي 70 عام وانا هزه فوق الارض، كافر بيا انا وهزيته فوق الارض، وموكلو ومشربو وعاطي رزقه، وانت على ماكله وحده جريتي عليه. هو يمشي يجري عند المجوسي يردو من طريق، قال لي والله تترجع تكمل طعامك. قال لي ودي صغير قبيله عجريتي عليا ودابا رديتيني، قال لي ودي الله تعالى فجرتك خاصم عليا. قال لي كيفاش انا مجوسي وفجرتي انا الله تعالى خاصم عليك التنابي؟ قال لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهيم نبي الله. شهد سلام ان الله تعالى كرموه هزو فوق الارض 70 سنه وهو كافر. هاد المعامله ديال الاكرام دخلته للاسلام. هنا علاش كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله، الدين هو المعامله. شحال من واحد غادي يدخل الاسلام غير مجرد المعامله، بلا ما تقول لي لا صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج، راجل ضال غير تعامل معاه مزيان يشوف المعامله ديالك مزيانه يقول هاد الدين مزيان يدخل ليه هو الاول. الدين المعامله. حتى اليهودي اللي كان جار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كيكربو، وفين ما النبي صلى الله عليه وسلم يذبح واحد الشات يقسم مع النص ويصيفط ليه النص، هو يهودي
وديك المعامله ديال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي دخل الاسلام. يعني احنا كنقولوا هذا يهودي دخل الاسلام، هذا يهودي يعني هو الابعد الناس، هما الناس اللي غضب المغضوب عليهم، هما الناس اللي غضب عليهم الله تعالى، ومع ذلك بالمعامله ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى الاسلام. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، السكون هدوء الراحه، ولكن هذا كله مرتب على المراه. المراه هي اللي تخلي الزواج سعيد ولا غير سعيد، هي اللي تعطي الهدوء الراجل وتواسيه في الفرح، في الفرح ديالو، تواسيه في الحزن ديالو، توقف جنبه، هي اللي تخلي الزوج يعيش حياه سعيده، وهي اللي تخلي الزوج يعيش في الجحيم. الجحيم ديالها هي المتطلبات. يوم مشات للعرس لقات وحده دايره الطوانق ديال الدب موضه جديده، تقول لي شريهم ليا. هو الصير ديالو والمدخول ديالو ديال الشهر كلشي ما يجيبش حتى طانقه وحده. هي قالت لي جيب لي الطوانق. شت فلانه مفصله واحد دفينه، جيب لي بحال داك الثوب. هو ما عندوش الغلب الله. داكشي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكاذب حرام الا في ثلاث، ثلاثه الامور حل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا فيهم ثلاثه. هذا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الكاذب حرام الا في ثلاث. الاولى حل لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش نكذبوا على العدو، العدو ما عمرك تعطيه الحق، العدو نعطيه الحقيقه ديالنا ما نعطيوش. المسلمين حاطين السلاح في هذه البلاصه وجا العدو كيسول فين دايرين سلاحكم، فين دايرين، لا دايرين وعلمين، قولوا لي حنا علاش نقلبوا لي الحقيقه. والكاذب الثاني اللي حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاذب لاصلاح ذات البين. جوج الناس تخاصموا، جيتي عند هذا قلتي له ودي تصاير مالك مع فلان، قال لك ما مزيانش وما يسواش وما يصلحش، الفاعل تارك هذه هذه هذه، اش غادي دير ديك الساعه؟ غادي تمشي عند الثاني غادي يقول لك تا هو الفاعل تارك، قول له ودي شتي راه مشيت عند فلان وما ذكرك بالخير، انت كذبتي، واخا هو السبوع ولكن انت بغيت تصلح بيناتهم، قول له ودي مشيت ما نكرش الخير ديالك، وقال لك راجل مزيان وكذا وكذا. ملي تمشي عند هذاك الثاني تا هو غادي يسب لك الاول، ترجع عند الاولاني يقول له انت مشيت عنده انا ما خسرش ليا، تا هو ما ذكرك بالخير وشكرك بالخير حتى تجمع بيناتهم وتصلح بيناتهم. والكاذب الثالث هو الكاذب على المراه. حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات، نعطيهم مثال، الراجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المراه بغيت التلفازه كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري التلفازه كولور، ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله تراس العمره غادي يعطيونا شي بركه وراني غادي نشري، واخا ما عندوش، ولا تنشهر الجيران في السيد واحد السيد ربما غادي يجيبهم ليا من الشمال ولا يجيبهم من شي حاره اخرى. يعني كيبقى هكا دين السيف، لان الا جاي يصطدم معها هي من ضلعين اعوج، جاي يصطدم معها غادي يطلقها، اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اذا قلنا السكون والراحه يا احباب متعلق بالمراه، اذا كانت المراه صالحه وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقه ديالها، وتعرف بان الله سبحانه وتعالى اعطاها راجل على قد الحال وراجل فقير خاصها تواسيه. حنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسه بيناتهم، وهذيك المنافسه هي اللي كيكون الضحيه ديالها الرجال. سمعت قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. الله تعالى كيتكلم مع المؤمنين قال ما يسخرش الرجال من الرجال. لا يسخر قوم، كتطلق على رجل مع رجل وعلى جماعه مع جماعه وقبيله مع قبيله وفخده مع فخده وعماله مع عماله وبلاد مع بلاد ودوله مع دوله. مثلا احنا المغاربه. والكاذب الثالث هو الكاذب على المراه. حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات، نعطيهم مثال، الراجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المراه بغيت التلفازه كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري التلفازه كولور، ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله تراس العمره غادي يعطيونا شي بركه وراني غادي نشري، واخا ما عندوش، ولا تنشهر الجيران في السيد واحد السيد ربما غادي يجيبهم ليا من الشمال ولا يجيبهم من شي حاره اخرى. يعني كيبقى هكا دين السيف، لان الا جاي يصطدم معها هي من ضلعين اعوج، جاي يصطدم معها غادي يطلقها. اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اذا قلنا السكون والراحه يا احباب متعلق بالمراه، اذا كانت المراه صالحه وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقه ديالها، وتعرف بان الله سبحانه وتعالى اعطاها راجل على قد الحال وراجل فقير خاصها تواسيه. حنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسه بيناتهم، وهذيك المنافسه هي اللي كيكون الضحيه ديالها الرجال. سمعت قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. الله تعالى كيتكلم مع المؤمنين
قال ما يسخرش الرجال من الرجال، لا يسخر قوم كتطلق على رجل مع رجل وعلى جماعة مع جماعة وقبيلة مع قبيلة وفخضة مع فخضة وعمالة مع عمالة وبلاد مع بلاد ودولة مع دولة. مثلا احنا المغاربة كنبداو نسخروا كنبداو نضحكوا، واش كنقولوا؟ كنقولوا اثيوبيا ضربوا على خبزة، ها الصومال لعبوا على 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 حبة ديال القمح، لعبوا على ماتش ديال الكرة، كنبداو نضحكوا كنستهزاو بداك الجوع اللي عندهم. الا ما خصناش نسخروا منهم، عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى هما يوم القيامه ربي يغفر لهم هذاك الجوع اللي عطاهم هذوك الناس اللي ماتوا بالجوع، الله تعالى يغفر لهم يوم القيامه يكونوا من اهل الجنه، وحنا اللي عندنا الخيرات عايشين واكلين وشاربين حنا مكحلين، حنا حسابنا تلخر. ربما حنا نضحكوا عليهم هنا ولكن يوم القيامه هما في الجنه وحنا في النار هما يضحكوا علينا. السخريه حرام. ولهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعه اغبر ذي طمرتين مدفوع على الابواب لو اقسم على الله لابره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رب اشعث، واحد رجل مشعكك اغبر مسخ، مشعكك ومسخ مدفوع على الابواب، حتى واحد ما يقبله، اللي جا حدا بابه يجري عليه. مجذوب نقولوا احنا ولادي زين حفيان وعريان مسكين ما عندوش، لو اقسم على الله لابره، يقدر يهز يده في ذاك النهار ويقول يا ربي تزلزل الدار بيدي تزلزل الله في ساعه واحده. هذوك هالله هذوك ما اولياء الله ما كنعرفوهمش حنايا. ولهذا السخرية حرام، ما نسخروش من الإنسان كيف ما كان نوعه. ودار الله سبحانه وتعالى للعيالات ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النساء ما يسخروش بعضياتهم ويدخلوا العرس ويبداو يتغامزوا، وشوف لنا الجيه لابسة دفينة قديمة وما يديرها تطوانك ديال الدهب في دنها، وجاية ما شاد الكسوة وشاد اللبسة ويبداو يتغامزوا عليها ويبداو يسخروا منها ويبداو يضحكوا عليها. علاش؟ لان هي صابره مع رجلها وعطى الله تعالى يعني الفقر، وصابره مع على ديك الحاله وغاده معاه، كيدو يستهزاو منها ويسخروا منها. الله تعالى كيقول لهم ردوا ردوا بالكم، انتوما اللي كتعلوا على دوك الباسات الرجال ديالكم جايبينهم من حرام، راجلك خاون فيهم وشاد عليهم الرشوه وكاذب عليهم باش جاب لك هذاك اللباس اللي لابسه انت، انت ويا يوم القيامه في النار، وهذه قنعت بالحاله هي يوم القيامه تكون في الجنه وهي تضحك عليكم. شوف المراه الصالحه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد الرجل كيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعه، ملي كيسلموا كينوض كيجري لدارو، اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار ويشدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل لما لا تجمع معنا، علاش ما كتجمعش معنا، علاش ملي كنصليوش ما كتبركش تخرج البقيه الصالحات وتريح شويه. قال يا رسول الله ما كاين ما نخبي منك، هاد الجلابه اللي لابس انا هي اللي كنكسب انا ومراتي فقراء، ملي كنصلي كنمشي نجري نلقاها هي موضيه وكتسنى عند مور الدفه كتسنى، غير نحيد انا الجلابه من صلاه نلبسها هي باش تصلي بها، ما عندناش ديك الجلابه هي اللي نكسبوا في الدار كلها. بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي وهز يدو ودعا معاه بالبركه وبالخير. ملي مشى عند مراته ودخل مع الدار قالت ليش عطلك؟ ماماش كتعطل خليتيني مودي وكنتسنى، كيتحرقوا على الصلاه باش يصلوا في الوقت، كنتشعل فيهم العافيه. قال ودي ما كاين ما نخبي منك، راه النبي صلى الله عليه وسلم وقفني وسولني. قالت لي ياك ما قلتي لي، ياك ما قلتي لي حنا فقراء وما في حالناش وصابرين على امر الله. قال لي قلتها لي، بدات كتبكي. اش قالت لي؟ اسمع هاد المراه اش قالت. قالت اتشكو الله لرسولي؟ واش كتشكى من الله تعالى؟ قال هذاك غير رسول الله. قالت لي ما هو الا بشر، ما تقولهاش ليه، ربي اللي عطانا هاد الفقر نصبروا عليه وما نقولها لتا شي واحد، حتى رسول الله ما كنتيش تقولها ليه، لان اللي قلتها لرسول الله بحال كنتشكاو من الله تعالى وحنا فرحانين وراضيين بامر الله سبحانه وتعالى. ايوا سمعوا العيالات، بل سمعوا الرجاله، راجل دقوا شوكه ما يخلي لمن يقولها، احبوبه ناطلي ما يخلي لمن اللي يتلاقى معاه يقول لاباس ما يخلي يقول لي واحد الحبوبه غبيت كاع الليل وانا نغوت منها، غير حبوبه ما يخلي لمن يقولها، يتشكى وما يخلي لمن يقولها. لمن كتشكى؟ راه كتشكي الله سبحانه وتعالى للعباد، اش غيديروك العباد امام الله سبحانه وتعالى؟ ما عندهم ما يديروك. ولهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شكى فوق ثلاث فقد شكاني، اللي صبتو بشي مصيبه وقال لثلاثه الناس فات غير ثلاثه راه شكاني، راه ولا كيتشكى مني للعباد. الانسان صابته شي مصيبه ما يذكرهاش، لقاك شي واحد اهلا سيف لاباس بخير قول لي لاباس بخير الحمد لله، حتى لصق الاخبار وقال لك سمعنا كذا وكذا قول لي ايه والحمد لله، دخل والحمد لله باش ما تسماش كيتي الله تعالى. اي يا سيدي مشى لي هذاك المحل ولا مشاو لي هذوك الفلوس والحمد لله على كل حال، باش تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصابرين. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يمكن الانسان اللي غادي في الطوبيس ولا غادي في الشارع الدولي البسطام اضرب يدو الجيب يقول امي امتي داوهم. هذا ما كيتكتبش من الصابرين، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمه الاولى. ملي ضرب يدك وتلقى الفلوس ما كاينش اش تقول؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها؟
ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. قول شي كلام اللي غتسجلوا الملائكة، لأن أول كلمة كتخرج على المصيبة هزوا التليفون عيطوا لي قال لك باك مات. أول كلمة غادي تقول هي اللي كتشجع على الملائكة، وصبرتي ولا ما صبرتيش؟ أمال دازت ساعة وساعتين وبردتي ورجع فيك الدم، عاد وليتي كتقول يا سيدي الحمد لله وصبر على أمر الله، لا ما بقاش مقبولة مردودة عليك. إذا النساء الصالحات المؤمنات كانوا كيصبروا مع الأزواج ديالهم والله سبحانه وتعالى رضى عليهم. كطيع الزوج ديالها يقول صرفي اليوم 1000 ريال كتصرف 1000، يقول لها صرفي 1000 فرنك كتصرف 1000 فرنك، كيقول لك كسوه من العيد للعيد كتقول له نعم، طاعة ديال الزوج. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. العيالات عندهم قضية سهلة، لبغوا الجنة عندهم سهلة، سهل من الرجال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مطلب منهم 4، قال لهم المرأة إلا حافظت على الصلوات، صلت 5 ديالها ما فلتاتهاش، وصامت الشهر ديال رمضان ديالها، وحفظت الفرج ديالها من الزينة، وطاعت الزوج ديالها في الأوامر اللي كيعطيها، يوم القيامة كيخيرها الله تعالى بين 8 البيبان ديال الجنة، كيقول لها أي باب بغيت تدخلي منه دخلي. لا إله إلا الله، غير إلا ما بغاوش، عندهم الأمور سهلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إيوا لكان أزواج خلقهم من الله تعالى باش نسكنوا اليوم ونهدئوا الراحة، إذا خاص زواجنا يكون حسن من الحياة ديالنا الأولى اللي كنا ديال ريوسنا. إذا إلا لقينا شي واحد شي شاب كيتزوج كيمر عليه العام الأول العام الثاني العام الثالث كيقول يا ليتني ما تزوجت، كيتمنى كيقول أودي دخلت المشاكل كونها ما تزوجتش، كون بقيت غير ديال راسي. هذا اللي كيقول هذا الكلام عرفوا بانه ما تزوجش على سنه الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الزواج ديالو ما كانش على الطريقه ديال سنه الله وسنه الرسول، واخا كيقولها بلسان، لانه هو الزواج واحد ولكن النيات تختلف. نعطيهم مثال، دابا درب واحد كتجي نهار السبت كتدخل درب واحد كتلقى فيه ثلاثه العلاسات، ثلاثه الناس مجوجين، المظهر هو واحد، قاعده قال له تاقات وكاع شي كيشطح وشي كيغني، واللي بغى يذكر اسم الله كيذكر اسم الله، والناس كتاكل والناس فرحانه، هذا المظهر، كلهم عندهم نفس المظهر، السيارات كيتسناو كذا، ولكن النيات تختلف. كل واحد فيهم تزوج مرأة على غرض على نيه، كل واحد غادي يلقى عنده عند الله تعالى نيه، ومن ديك النيه كيحكم الله تعالى على داك الزواج واش يكون سعيد ولا ما يكونش. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحفظ فرجه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللي تزوج المرأة من أجل الفلوس الله تعالى كيبتليه بالفقر، وخيشد فلوسه وياكلهم دوز العام وعامين وثلاث سنين واربع سنين وسبع سنين وعشر سنين، نهار يقرب يموت الله تعالى يقتله وهو فقير. واللي تزوج بالمرأة من أجل العز ديالها، شنو هو العز ديالها؟ يعني المكانة ديالها، عندها سيارة وعندها فيلا وكدير محامية ولا قاضية ولا أستاذة، خذها لأنها خدامة عندها شي مكانة مزيانة. هذا قالك لم يزده الله إلا ذلة، الله تعالى كيدلو، كتزوج به ديك المرأة وكديرو غير بلاكة مدرقة بعباد الله وكدلو، تولي تقولي نعس نعس تقولي نوض نوض، كتولي هي كتحكم، هو ما يبقاش عنده الرجال قوامون على النساء، كتقلب الآية كتولي هي قوامة على ذاك الرجل. ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، وكاين اللي كيتزوج بالمرأة لأنها باقي قيد ولا با عميل ولا با عنده شريكة من أجل الحسب ديالها من أجل العائلة ديالها، هذا قال لك لم يزده الله إلا دناءة. كيكون با عنده شريكة ولا يكون با قيد كيتزوج بها كيعطيو الشيفور يمسح الطوموبيلات كيهينوه، تزوج بها باش يطلع الفوق الله تعالى كيرد لتحت. ومن تزوج امرأة ما بغى منها إلا يغض البصر ديالو على ما حرم الله وحفظ الفرج ديالو من الزينة بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه، هذا هو الزواج اللي كيكون سعيد، ما بغي منها لا طمع لا حتى شي حاجة، بغي يستر الأعراض ديالو، هذاك هو الزواج اللي كيبارك فيه الله سبحانه وتعالى. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كيبين بأن الرجل كياخذ المرأة على 4 حوايج، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة لإحدى خصالها، لمالها ولدينها ولجمالها ولخلقها. المرأة كتخذ إن من أجل الفلوس ولا من أجل الجمال ولا امرأة مزيانة من أجل الدين والخلق،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين والخلق تربت يدك. سير مولة الدين ومولة الخلق راه يدك طاحت في المليح كما كنقولوا حنا بالدارجة. علاش؟ صاحبة المال المال يذهب، المال ما كيبقاش. شحال من غني يصبح فقير، وشحال من فقير يصبح غني. يعني إلا خدم من أجل الفلوس، واحد النهار غادي يقول له: روحي روحي يا بنت، روحي إلى بيت أبيك لقد راح المال. فلوس علاش خدتك؟ راه متقاده وسيري في حالك. الجمال، الجمال توا كيمشي، الجمال يدبل. مرأة جميلة تدوز على 4 سنين 5 سنين بعد الزواج 10 سنين كاع 15 عام مش هذاك الجمال. واحد النهار غايقول لها: روحي لقد راح جمالك. الله يعاوننا وعاونك، مابقيتيش جميلة، مابقيتيش عاطية نظرة. أما اللي خادم من أجل الدين والخلق، الدين والخلق كيبقاو في المرأة إلى يوم القيامة ما كيتغيروش. نعم عليه الله سبحانه وتعالى لقى الراحة. هذا هو اللي كيعيش في الزواج السعيد. لا إله إلا الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف الله تعالى كيفاش كيرتب الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة. علاش ما يسبقش الرحمة على المودة سبحانه؟ لا، كل حاجة كتجيب السوايع ديالها وكتجيب الوقيتة ديالها. قال الله تعالى: مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شنو هي المودة؟ المودة هي المجاملة. يا سلام، حياة المجاملة. حياة المجاملة هي العام الأول والعام الثاني ملي كيتزوجوا العرسان بجوج. المرأة كتخبي العيوب ديالها والراجل كيخبي العيوب ديالو. العام الأول والعام الثاني فاش كيعيشوا في المجاملة، هي كتبين داكشي اللي زين عندها، هو كيبين داكشي اللي زين عنده. ملي كيدوز العام الثاني وكيولدوا الأولاد وكيدخلوا الحياة الصحيحة وكيدخلوا الصح الصحيح، اش كيدير هنا؟ كتبان العيوب ديال الراجل وكتبان العيوب ديال المرأة. هنا اش قال الله تعالى؟ ورحمة. يعني لا بالو فيها شي عيوب، صلح فيها العيوب اللي فيها. راه ما كنتيش كتنتظر انك غادي تتزوج بعائشه رضي الله عنها، امراه مسكينه ضعيفه ديال القرن العشرين، وتا هي تصلح فيك ديك العيوب اللي لقات فيك. ما كانتش كتنتظر بانها غتزوج بسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، راجل مسلم ضعيف ديال القرن العشرين، تابع الشهوات والضلالات وكيتعافر مع على قد الايمان ديالو. هنا شي يكون بيناتهم رحمه، يصلحوا العيوب بعضياتهم. ما قدروش يصلحوا بعضياتهم، هو يرحمه، هو يرحم هذيك المراه وهي ترحمه، ويعيشوا في الرحمه حتى يلقاو الله سبحانه وتعالى مؤمنين صالحين قانتين، مش يكونوا من أهل الإيمان. فاش قال الله سبحانه وتعالى: أهل الإيمان كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصحاب اليمين في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقل رجل في الجنة، أقل رجل اللي ما عندوش في الجنة، عنده خيمة من ذرة مزوقة، من ياقوتة كتلمع الفوق. هذه الخيمة شحال فيها؟ فيها 70 امرأة. هنا خاد وحدة ولا جوج، الله تعالى يوم القيامة كيجوجوا ب70 امرأة. 68 امرأة كلهم من الحور العين، وجوج النساء من العيالات ديال الدنيا. لا إله إلا الله. الحور العين اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو طلت بسوارها أو بخاتمها لأحرقت ما بين السماء والأرض. الحور العين اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو وحدة من الحور خرجت يديها من الجنة، خرجت غير الصبع الصغير ديالها وداك الخاتم ديالها، النور اللي عندها في داك الصبع وداك الخاتم يحرق ما بين السماء والارض، كلشي تحرق. يرى وجهه في صحن وجهها، الوجه ديالها مرايه، يوم القيامه في الجنه كيشوف وجهه في الوجه ديالها. ويرى نور بدنها من وراء 70 حلة، تلبس 70 دفينة، يخرج داك النور من دوك الفتحات، من ديك 70 فتحة يخرج داك النور ديالها، ويشوف داك النور ديالها خارج. جمال. ومع ذلك هذا الجمال وهذا الحسن كله في هذه المراه. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة المؤمنة الصالحة اللي طاعت الزوج ديالها يوم القيامة في الجنة، الجمال ديالها كيزيد على الجمال ديالها في الحور 70 مرة. لا إله إلا الله. هل الجمال اللي ذكرنا كله في الحور، المرأة المؤمنة الجمال ديالها كيزيد 70 مرة على هذا الحور. علاش؟ لأن المرأة اللي غادي تمشي من الدنيا وغتمشي للجنة عندها شهادة استحقاق، اختبرها الله تعالى في الدنيا 60 عام و70 عام وطاعت الله تعالى ونجحت في الامتحان، كتدخل بشهادة، شهادة تقدير. أما هذاك الحور، العيالات ديال الحور خلقهم الله تعالى وضعهم في الجنة، ما اختبرهم ما حاسهم. يعني هذاك الحور لو نزلوا تامو للدنيا ما عرفناهم واش غادي يدير، واش يسكنوا تامو يفسدوا ويضلوا، يعني ما عندهم شي شهادة ديال استحقاق. أما هادو العيالات ديال الدنيا داخلين الجنة وعندهم جائزة بأنهم فازوا في الامتحان اللي عدلهم الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا 70 امرأة، 70 امرأة وحدة ما كتشوف الأخرى، والمرأة عادة إلا شافت، يعني إلا حد تشوفه كان لوطة مثل الجنة، يعني ليس فيها جبال، كتشوف المرأة 100 كيلومتر. يعني 70 امرأة غادا تكون 7000 كيلومتر في الخيمة الواحدة على الأقل.
يعني ثلاثه الخيمات ديال الجنه الا نزلناهم للدنيا عمروا لنا القارات الخمس، غير ثلاثه الخيمات ديال الجنه الله يجعل شي بركه يعمروا. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى قال جنات عرضها السماوات والارض، غير العرض ديالها السماوات والارض تكفيها وتفوتها. حتى خبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه كلشي الناس اللي غيدخلوا للجنه يا الله غادي يعمروا الثالثه ديال الجنه، والثلثين كلها غادي تبقى خاويه. حتى اهل الجنه ديك الثلثين ما يقدروش يمشيو ليها، حتى قال لك الله تعالى غادي يخلق واحد الخلق بحالنا وغادي يعمر به ديك الثلثين ديال الجنه باش يتخلطوا الناس ويولي الانس وما يبقاش الانسان، الناس اهل الجنه ما يبقوش مجموعين في مكان واحد. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المؤمن له اربعه ابواب. ديك الخيمه هذا اقل رجل في الجنه، عنده خيمه فيها 70 امراه و100 الف ديال الخدم، 100 الف ديال الدراري الصغار اللي كيخدموه، هما دوك الدراري اللي كيتزادوا كيموتوا كلهم غادي يكونوا خدام الجنه كما قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الى شفتهم في الجنه تصحيهم غير لؤلؤ جميلين وزوينين، داكشي علاش كيقول لك الزين مزيود الاخره، الدري اللي كيتزاد وكيموت كتلقى دائما جميل، هذوك خدام الجنه. طيب والخيمه لها اربعه ابواب، الخيمه فيها اربعه البيبان. قال لك باب منو كيدخل يزور الله تعالى، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بان من الجمعه للجمعه كيخرجوا الناس لرؤيه الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه سوق يسمى سوق الجمعه، مال هذا السوق غادي يبيعوا يشريوا فيه؟ ما بقى لا بيع لا شرى، كيخرجوا باش ياخذوا الهدايا من عند رب العالمين، يخرجوا لزياره الله رب العالمين، حتى كيرجع الراجل اجمل من من من, من الاول ديالو، كيشوفوا عيالته كيقولوا لي سبحان الله رجعتي جمل ما خرجتي في الصباح، كيقول لهم كيفاش ما رجعش جميل وانا رجعت من الزياره ديال الله رب العالمين. وباب منو كتدخل الملائكه تقضي لي الحوائج ديالو، الا خصاتو شي حاجه كتدخل ليه الملائكه. وباب منو كيدخل عند النساء والعيالات ديالو، وباب منو كيطلع على اهل النار واهل الجحيم سال الله العافيه كيتكلم معاهم. الله ودي السي فلان، الله ودي الحاج فلان، وكنا نعرفوك راجل مزيان كتوكل عباد الله، كنتي الطعم الضعيف والطعم الجائع، واللي خاصو شي ورقه تصاوبها لي، واللي خاصو شي حاجه تعطيها لي، واللي كيتسالو شي تخلصو عليه، كنتي راجل مزيان. كنا نقولوا الحاج فلان الا ما دخل الجنه ما كاين كاع من يدخلها، العمل ديالك كان زين اش دخلك النار. قال لي ما ودي الحياه علاش دخلت النار، عطيت الحقوق للعباد ونسيت حق الله. اش قال الله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اش دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش نصليو، اول جريمه نسينا حق الله. ولم نكن نطعم المسكين، منهم اللي كيقول ما كناش نطعموا المساكين، كنا نطعموا العفاريت بحالنا، نشوفوا الناس اللي فوق منا. وكنا نخوض مع الخائضين، كنا كنتلاعبوا في الدنيا. مره احنا جالسين مع اصحاب السكره، مره احنا جالسين مع موالي الفلوس، مره احنا مع الطلبه، مره احنا مع القماره، الواد اللي يجي يدينا. وكنا نكذب بيوم الدين، كان عندنا شك، كنا كنقول او واش ربي غادي يحاسبنا وهاد الفلوس كاع عندنا، اللهم ناكلوا ونضحكوا شويه، نعبدوا شويه ونضحكوا شويه، كنا غادي نوضوا من القبور ديالنا نلقى واحد شويه العمل صالح، الا بقينا في القبور ديالنا وما نضناش كاع وربما ما تكون حتى شي حاجه نصابوا راسنا دوزنا شويه في الدنيا. يا احباب نقف عند هذا القدر على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الجزء المقبل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.